استعرض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، استعرض العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند القائمة على أسس روابط الصداقة المشتركة التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على توطيدها. جاء ذلك لدى استقبال سموه في قصر القضيبية اليوم السيد دون براموادوناي وزير خارجية مملكة تايلاند الصديقة، حيث أشار سموه إلى أهمية التعاون القائم بين المملكتين في مختلف المجالات. وتناول اللقاء العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين، حيث أعرب سمو ولي العهد عن ترحيبه بزيارة وزير خارجية تايلاند إلى البحرين وما تمثله الزيارة من أهمية في توطيد أطر التعاون والبناء على ما يربط بين البلدين من علاقات متميزة على كافة المستويات. من جانبه أعرب السيد دون براموادوناي وزير خارجية مملكة تايلاند عن سعادته بزيارة البحرين وفرصة اللقاء بصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، منوها بالحرص المشترك بين البلدين الصديقين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التنسيق والتعاون.